ازيك يا كوتش؟ الحمد لله على السلامه. ازيك انت يا خوليو؟ الله يسلمك. ايه ده؟ لقمه كده على الماشي. الله، انت باين عليك مضروب قوي. رجعت للصندوق تاني؟ اعمل ايه؟ ما لقيتش صنعه غيره تاكلني عيش. ها؟ هنروح ولا هنعدي على الحوش؟ هنشهر على الخواجه مش رايق الاول يا خوليو. يا عم انسى العالم دول بقى. انسى ازاي يا خوليو؟ دول سنتين. ولا انت نسيت؟ الدنيا ضيقه مش رايقه. مرزوق؟ حتى انك مبحلق لي كتير. مش هتعمل معانا واجب ولا ايه؟ تلاتة دوبل يا جليطس. اتفضل بلاش السايق. خلي لك زازة يا جليطس. كتر المزة يا جليطس. هاخدهم مزة يا انا. اهلا وسهلا. انت خرجت من السجن كيف؟ كان نفسك افضل هناك على طول؟ لا انا هو ازاي ده يا ولد العم؟ وراس ابوي وراس ابوي ربنا وحده يعلم انت قطعت بيا كديها. بس انا علم انك واخد 3 سنين. طلعت بتلتين المدة. حسن السر واسلوب. شفت الاخلاق بتنفع ازاي؟ بقول لك ايه يا سي مرزوق؟ اوعاك تصدق الكلام اللي بيقولوا عليه ولاد الفرطوس دول. كلام ايه؟ ان انا يعني وزيت عليك ولا حاجه؟ انا مستعد احلف. يا راجل معقول اخليك تحلف وركبك ذنوب؟ ايه عنك انت؟ حاسب يا مرزوق. خير درعوا الخمر من عماهم قالوا الخير جاهم. زمانه حزين رزين. على الخمارة اللي اتحرقت؟ لا، على الإزازة اللي اتدلقت. الله يا عبد الله. يلا تقول عشاني؟ لا، عشان ابقى خفيف. يلا انت اللي كان لازم تدفعي. عسل اسود وحلاوته حلاوه. ايش تخوليو؟ خير يا كوتش. يلا مش هتقوم؟ انا قايل ده انت اللي قاعد. اه ده حلاوه قوي. طب
طيب. خد حق الحريق. بدون يا كوتش. الباقي تمن توصيل خوليو. بس ده كتير. ولا كتير ولا حاجة، أنت عايز تلاتة عشان تعرفوا تشيلوا مربع. السير بس ما تقتلوش، انا هخلص عليه بمزاجي. مش مرجاله برضه. انت هتخطب، روح لحالك. روح كده كرمش السويتر. خلص عليهم يا ولد، خلص عليهم. هم الجيش دول
هناك لغيرك. ما يغرق، هو بتاع ابونا. امال بتاع مين؟ واحد كالعرقي حرقت قلبه عليه. ايه ده؟ كده تحرق قلب انا. وده بقى بيشتغل بايه؟ بالكبريت؟ لا حلو. بركات الدمنهوري. مرزوق. الدمنهوري برضه؟ لا الكوتش. قول لي العلام دي كانت تتقبل لك ليه؟ حرقت خمرت مشريه. يا نهار ابيض، ليه؟ وزع عليها البوليس، خدت 3 سنين. مخدرات؟ لا شريط اسبراكس. انت بتبرشم يالا؟ ده اللي انا قلته للقاضي. قوم بينا، قوم. هنمشي في الشارع كده؟ لا خطوتين ونوصل بيتها. ده مش سبب كافي خليك تجي لي في ساعة زي دي وانت لابس بالشكل ده. لو حد شافك من الجيران دلوقتي يقول عليا ايه؟ عمل ايه يا سعادة البيه؟ ملياش حد اشكيله غيرك انت يا سعادة البيه، بتتخرب. تستاهل تستاهل. 50 مرة قلت لك تلاقي الناس اللي تشتغل معاها، قلت لك ما تتصرفعش على الفلوس، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سعادة البيه، وده في البيه دلوقتي يا سعادة البيه. أكل ولاد السبعة منين دلوقتي؟ خلاص خلاص خلاص، بلا ولادك بلا زفت. بكرة هبعت لك باكوين عشان خمار الزفت اللي اتحرقت بتاعتك دي، كفاية؟ مين؟ أيوة يا حبيبتي أيوة. مش عارف أنام، ممكن توطي صوتك شوية؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. يلا يا سيدي دلوقتي، اتفضل السعادة بقى، اتفضل. طيب وهنعمل كيف؟ هتسيب مرزوق دي يا سعاده البيه من غير ما اخد طاري وبرد نار يا سعاده البيه؟ تفتكر اعمل لك ايه؟ امسك شومه واقف استناها على المصيف؟ لا يا سعاده البيه، بس كلمتين منك للبليص يرجعوه تاني في السجن مطرح مكاني يا سعاده البيه. زهرك جميل في عقلك. اتعودت بعد 25 سنه محاماه نقد وابرام اوسخ نفسي مع اشكال بالشكل ده؟ طب وانا اجيب راسي كيف دلوقتي في المحل يا سعاده البيه؟ انا رحت خالص. انا ما اعرفش ما اعرفش، مش شغلي. واسمع يا مشري. عاوز تشتغل معايا لازم تستنى نضيف، اسمك يبقى زي البيرلانت. لو البوليس رجله جت على الخماره وعرف سكتك ما تزرنيش، فاهم؟ فاهم يا سعاده البيه، بس الولد دول حاسه يا امين. بقول لك ايه، مش عارفه انام. اتفضل اتفضل دلوقتي يا اخويا، اتفضل يا سعاده البيه. لما ارد بيه لما شوف دي على مقاسك. ما عندكش حاجه تتاكل؟ العافيه يا سي بركات. الله، ده انت عندك ناس غرب. ما غريبه الا الشيطان. ده صاحبي يا بت. ازيك يا نعيم، عايز حاجه؟ الباشا حسان بعت لك مرسال مرتين انك لازم ضروري ضروري تروح له. طيب الصباح رباح. لا ده المرسال اكد لازما حتما تعدي عليه الليل. هعدي عليه فين؟ زي ما المعرض قافل. ما هو سايب لك خبر تعدي عليه في العوامه. طيب طيب. وبعدين؟ انا همشي هتروح له. مولا طيب يلا. ما عندكش حاجه تتاكل؟ نوصل مشوار وبعدين ناكل، وبلاش قلة ادب. ماشي. استبينا يا بركات. استبينا يا باشا. بس خلي بالك الاوراق المره دي كلها هتكون باسمك. اسمي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ليا نظريه في كده يا بركات، عايز اكبرك وهو كله بسبيل الله، ولا انت مش قدها؟ قدها وقدود يا باشا. بس هنرجع لبسبس تاني، بلاش منها. قصدي حسنت يا باشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. 105 10 بتخليك حلو. ما اقل من كده بقى ماسخ. قلت ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. 3 الاول والسبعة بعد التسجيل. ماشي ايدك. مش اللي المفاتيح يا حلو. مرزوقة زوكة، تعرف تركب؟ اركب ايه؟ اركب بس دي. ايه هتغرقها يا رخا؟ سلفني العربية دي شوية اعمل بيها منظر. منظر؟ لا يا عم، ايه دي امانة. لا
هي هتوصلها؟ لا هبيعها. هتبيع الأمانة؟ أصلك ما أنتش فاهم، الباشا حسان عايز نبيع له العربية دي وهيدينا 10% والبيع هتتم باسمي. باسمك أنت ليه؟ أصله عايز يكبرني. كبرت إيه؟ حد بيكبر حد النهاردة؟ أنت بالشغل اللي عنده من إمتى؟ أنا بشتغل معاه زهورات بالنقلة يعني لما يكتر الشغل. بقول لك إيه؟ الحكاية دي فيها إنا. إيه؟ فيها إنا. العمل يا صاحبي. أنا واقع من جوع ولازم آكل عشان أعرف أشغل الجمجمة. هأكلك أحلى طبق كشري. كشري؟ لا 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 بلاش شط، دي ملهلبة أوي. حط صبعك فيها وهي تبرد. إيه يا معلمة؟ الشط خفيف. سجاير واجيلك يا صاحبي. ماشي. ثلاثة دوبل صلصة زيادة. صلصة خلصت. طب ما تحطي له شوية ماشي. جرايه يا سيدنا. ما تقف قوي وتتكلم عادي لما أنا مستني لما واحدة زيك تعدين. أنا لا زي ولا قدي قد ولا يملى عيني حد يا خفيف. بأمارة إيه؟ بأمارة ما هصيح دمك السعادي. مرسوق فيها يا بطل؟ اسأل بسلام. مالك؟ أنا عملت لها حاجة؟ أنا بضحك مع بلدينا. ما فيهاش حاجة يا معلمة، الراجل بيضحك معاك. ده محلات العيش يا ابن والدي، واللي عايز يقرق يبقى يروح لقرقوز. حقك عليا يا بطل، ما تزعليش. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا اسطى بركات. انما عليا النعمه لو عملتها تاني. ايه هتعملي ايه؟ خلاص بقى يا صاحبي. مش هناكل ولا ايه؟ هناكل. اتنين كشري دبل. بس كتر الناس. بيقرق معاك الراجل مش كده؟ ماشي يا اسطى. ليا. نعملها معاك. هتقول فين القهوه يا ابني؟ من عينيا يا ست كل. ها سليمة الحمد لله. انا عارف بيجوا كده ايه؟ مش رايح من الشارع في ناس؟ ناس مين يا عم؟ دول فاكرين افراخ. مين الحمار ده؟ ده الكنج يا سيدي. كنج سايز؟ ده الجيار ملك السوق. الهي ربنا يهده. اتفضل امسك يا اسطى. مش كارع حلو. ما قلتليش ايه رايك؟ صعب صعب. انا مش بتكلم على الكشري ولا انا. هنعمل ايه في حكايه العربيه؟ سيب الموضوع ده عليا انا، ما تشغلش دماغك. ماشي ماشي يا صاحبي. ايه ايه رايك الصلاه على جمال النبي؟ عاملك ايه دي بشوكها يابا؟ دي بنت بنود. هم كلهم بيقولوا كده وبعدين يطلعوا في الاخر قلبين العدين. ازاي الحاج مش جاهز؟ يلا بينا. يلا. مش جاهز ده ايه؟ ورحمه والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، انا عندي كفاءه اشتري القلعه بحالها، بس الحكومه توافق. اكلم هال يمين الحكومة. يا اخوانا احنا بنتكلم في العربية. عاوز كام بالصلاة على النبي؟ هي صورة ما قلنا لك. كلمة البيع والشير 16 12. يوه يلا يا عم ما تجيبش 8. يلا يابا. ونص يا عم انت بتدلع، انت عايز تشتري القلعة. يلا يابا 15. حلو يلا بخسارة. يلا بخسارة زي بعض. انت الحياة اللي معايا جدع. خلاص بقى. ورحمة والديك ان كانوا عايشين ولا ميتين، بتكسر كلام صاحبك. قلت ايه؟ عالبركة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. الباقي من سجل. هات خمسة وخلي اتنين عند التسجيل. أعيش وكده كويس. خد فلوسك يا حاج. خلاص مش فاضل منك. خلاص خلاص أهو باك أهو. خليهم اتنين. اتنين اتنين حلوة يا حاج. خلاص. وإيه ده اللي حلو؟ ورحمة والديك إذا كانوا حيين ولا ميتين، ما أنت بترجح كلمة صاحبي. خلاص يا حاج الراجل حلف. ما صح يا ما يحلف يا اخي. الله يعني عايزه يطلق؟ هو حلف بالطلاق؟ الله مش لسه حلف بالطلاق يا جدعان. خلاص خلاص ادي باب اهو كمان كده يبقى وصلك 10. صل على النبي. اسم المشتري؟ الحجاع ابو السيد ابن الحجاعلي. الحجاع ابو السيد ابن الحجاعلي.
بطاقة شخصية ولا عائلية؟ شخصية. خلاص احنا مصدقينك من غير ما تطلع ولنا بيانات بس. القصيرين. هما مين دول؟ البطاقة طالعة من القصيرين. القصيرين. نمرتها كام يا حاج؟ 15398. 398. اسم البائع حسين الأشول الشهير بسونة. نملة البطاقة كام يا سونة؟ 50-60-70. 50-60-70. 80-80. 5. حلو قوي، بس طلع النبي كده. ماشي. قد تم الاتفاق على مبلغ 15,000 جنيه. امدح حد. يبارك لنا في البركة. ربنا يكرمك يا رب. النبي انت ابن حلال. امدي يا اشول. امدي يا اشول. والنبي ابن حلال. امدي يا اشول. هنا يا اشول. الأشول. مبروك يا حاج. ده نصيبك يا صاحبي. خد دول. بتوع ايه دول؟ حق النوم والقميص. عيب يا جدع، انت صاحبي. صاحبي وصاحبك هناك على القهوة. على كده انت مالكش صاحب؟ ليه؟ مين؟ صاحب دراعي وعم قرشي. سلام. مش هشوفك تاني؟ بيصير حي لا. سلام. سلام يا صاحبي. حبايبك يعني ابناء الرب. طب خد. ايه ده؟ لحمه يا حبيبتي. ثانيه واحده اسلقها. تسلق ايه؟ وده حكايه في العالم ده كله؟ دي ما تكفيش كل واحد شامه. وماله؟ ما هي تصبيله برضه. ولا اسفلجي. ولا يا جدع انت خليها له، مش هتكفي. انا هعشيت بره. وماله؟ ما هي حته لحمه هنيه تكفي 100. ولا اسفلجي. يا ابني انت مش هتكفي. معلش يا كوتش برضه يعني. ولا اهلا يا كوتش. ادينا سلام. ازيك يا اسفلجي؟ الله يخليك. الحمد لله. خد يالا، شوح اللحمه دي وقسمها عليكم، ولا اقول لك اسلقها واعمل على مرقتها فته. ماشي. شيل منابع يالا. بالعناية. خد دول. ايه ساسات؟ هحكي لك واحنا بنتعشى. اما في واحد بتاع كباب وكفته. كباب ايه؟ انا هاكلك اكله هتعلف بيها العمر كله. ايه؟ هتأكلني لحمة راس؟ أنا هأكلك أحلى طبق كشري كلته في حياتك. أوف طابور. أوف يالا. بص لي يا حاج في وشوش العيال دي كده، يمكن تعرف حد منهم. ماشي. اهو يا بيه، هو ده. طلعوه. اللي بعد. ايوه ده. ازاي يا جدع؟ الله العظيم اللي مش عارف.
ازاي؟ خد الاثنين دول على فوق. بتضحك على ايه؟ اصل بصراحة شكيت انك انت تكون اللي بلغت عني. انا مش عيب يا صاحبي؟ اسمك ايه يا بركات؟ حسن لاش ولا سعاده البيه؟ وبعدين معاك يا حاج بركات. بطايقكم. مين فيكم الاشول؟ ده هو سعاده البيه. بركات. وبعدين يا حاج؟ ممكن تسكت يا حاج عشان اشوف شغلي؟ شهرتك ايه يا بركات؟ بركوت. نعم اخويا. صحابي هم اللي بيقولوا لي كده. صح صح دي انا شفت مره واحد في الشارع قال له قال له بركوت. انت بقى الاسود ها؟ لا بيه مش ده، ده هو بركات. وبعدين معاك يا راجل انت؟ ما تهمك شويه، اسكت. حاضر. اهو. انت الاسود؟ لا يا باشا، انا الكوتش. فين فلوس يا انت بابا؟ فلوس ايه يا باشا؟ اللي خدتوها من الراجل ده؟ ما كانت عيال. انا اول مره اشوف. وين؟ ومقام سيدي الحلي عمري ما شفته. سيدك مين؟ الحلي. مثبت العقل والدين يا رب. انت يا ابني مش قابض مني حصل بواكي بايدك اللي تستاهل قطعها دي. انت يا راجل متخلف، ايه اللي متعبينه ده؟ لا مؤاخذه يا سعاده البيه، ما حاجه تخلي الواحد يخرج عن شعوره. بقول لك ايه؟ لم نفسك شويه واقعد ساكت، فاهم؟ يعني اشوف حق بيضيع قدام عيني واقف اتفرج؟ انت هتسكت ولا احبسك؟ اهو بلعت بلغه في حنك وسكت اهو. يعني ما بعتلوش العربيه؟ ما حصلش، ومستعد احلف على مصحف. قالوا للحرام احلف. يعني مفيش فايده معاك يا راجل انت؟ ما تقعد ساكت. اهو الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه مالهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ دي منظر ناس معاها 10,000 مليم يا باشا. ده احنا شحاتين بيه. انت سواب يالا؟ نعم يا باشا. رد على البيت. ماشي. سبعه واحده يا باشا. هجام. لا سعاده الباشا ومقام سيدي الحلي. امال اتخذت في ايه؟ بابيض يا باشا. الله. لا بيه تعاطي وادمان، لكن ربنا تاب عليا منهم الحمد لله. وانت يا بركوت يا ترى اتخذت باصفر ولا باخضر؟ انا ماليش سوابق. وديت فلوس الراجل ده فين؟ يا سعاده الباشا احنا شقيانين وانا متراقب وعليا مصاريف، يا دوب يفضل لي ساعتين في النهار بشتغل فيهم مع اللوسطة تباع عشان اجيب حق اللقمه والدخان، وادي دفتر مراقبه يا باشا. سيادتك ممكن تتاكد من عدد الساعات اللي انا بقضيها في القسم. اتفضل سعاده. خدهم يا امين. يفرج عنهم بضمان سكنهم وتحجز السيارة. ربنا يخليك لينا يا سعادة الباشا. يا بيه، ده هتسيبهم يمشوا؟ مفيش دليل ضدهم يا حاج. وكلامي يا بيه؟ كلامك مش دليل. يعني ايه؟ راحوا عليا العشر بواقف عربية مسروقة. ما قلنا لك مش مسروقة، عربية مالهاش دوسيه. يعني انضحك عليا. تقريبا. والقانون لا يحمي المغفلين. لا بقى، لا عاش ولا كان اللي يضحك عليا، ودين الأبخار عليا. صبع على بقى يا ابني، لا اله الا الله. ما بالك انا عارف معذور. معذور يا باشا. تعالى انت اهو. ماشي. ده ايه شيال تعبان ده؟ ده حرام كتير ضحكوا عليه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. خد. لا اله الا الله، ده حرام كتير. والنبي انت ابن حلال، ربنا يسترها معاك يا شيخ. بركات الدم نهوري. اخد طعمي. يلا. تعيش
تعمل ايه؟ سيبنا خلاص على وش المصايب ده. انت تهطلت في نافوخه جد؟ وانا عاد فيها نافوخ. انا خلاص ده الحكومه خدتك بسببه يا كوتش. والله ما انا عاد. بس يالا لا تديك في وشك. سيبه زوكا، سيبه الراجل ما غلطش. بس صدقني يا خوليو انا ما كنتش اعرف العربيه دي مسروقه. العربيه دي مش مسروقه، دي مدفونه. يعني ايه؟ يعني دخل السينا متهربه واتدفنت وبعدين طلعت. اما انا طلعت قفص بشكل. ها وعرفتها لوحدك؟ يلا بينا بركات. على فين يا صاحبي؟ احنا مش كلنا علقه؟ يبقى لازم ناخد حقها ولا ايه؟ تمام يا صاحبي. طرحوا له، لو دفع يا دار ما دخلك شر، ما دفعش تبرطسوا الكمبيالات في البنك وتسحبوا العربيه، واذا اتلمد تضربوه. مفهوم؟ اللي دخلك هنا يا بركات بره بره، طلعهم بره. ايه الشغل العصبجيه ده؟ انتوا فاكرين البلد ما فيهاش قانون؟ انا هبلغ البوليس. ايه يا بركات؟ كنت عاوزني بحاجه؟ عايز حقي؟ لا اله الا الله. هو كلام عيال ولا ايه؟ ما احنا اتفقنا اول العربيه ما تتسجل هيحصل. العربيه مش هتتسجل. وانت ايه دخلك انت؟ الله شريك يا جدع. هو الراجل اشترى عربيه رجع في كلامه؟ ما رجعش. العربيه ما لهاش دوسيه. سقطت ايده يا باشا، ما انت عارف. انا ما اقبلش ان حد يشكك في ذمتي. ما تزعقش قوي كده لو طق لك عرق. انا بكلم بركات، انت دخلك ايه؟ هو مش قال لك شريكه؟ انت بتنسى بسرعه ليه؟ والنبي ما تزعل نفسك يا صاحبي. بينسى. معلش. انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ حقنا. انت ليك عندي 700 جنيه. ادي باكو. وورينا عرض كتافك. لا اله الا الله. عايز ايه تاني؟ حائل. نعم. بتنضف ودانك امال يا باشا. انا كلمتي اقولها مره واحده. عايز حق ايه؟ اقسم مع زميلك. انا عايز حق العربيه. نعم. 10,000 جنيه. جنيه ينطع جنيه. هقاو اما تشوف حلمة ودنك. ولع على صاحبي. الله انت غيرت سجايرك؟ طول عمري بشربه. ايه ده؟ ايه ده يا مجنون؟ ده صباع محشي بس ينسف قبل المقطم. طب ما انتوا هتموتوا معايا. يلا يا راجل خليها يموت. والله العيشه بقت مره. لا ورانا حاجه، لا عيل ولا تايل. وبعدين عايز اقول لك حاجه، يا نعيش عيشه فل يا نموت احنا الكل. طب الفلوس كلها هي. كفاية بقى، كفاية أرجوك. آه يا ولادي الكلب. يلا خلو قسم. لا ده بالناس حد الله ما بيننا وما بينه. ليه مولانا؟ قال الناس كان ناس يا صاحبي. معلش ما تاخذنيش. يلا خوليو. فلوسك مظبوطه يا حاج؟ على داير مليه. يعني ما انت زعلان؟ ورحمه والديك ميتين او صحيين ما في نفسي اي شيء. صافي يا لبن. حليب يا قشطه. هذه الحلاوه بقى يا حاج. من عيني حالا نجيب السائع. ساعة؟ ساعة ايه؟ الحلاوة 10% زي الحكومة ما بتقول، وعلشان انت قطاع خاص هناخد 15%. نعم اروح امك. ايه؟ تغلط في امي ليه؟ مش عارف تبقى راجل كبير وتغلط في امي؟ ايه رأيك بقى هنخليهم 20%، ولو زودت هيبقوا 25%. مش كده بركوتة؟ تمام يا صاحبي. على البركة. لا
قليل الأسف.